تظنون لماذا لن نرزق جيل الاربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات برجل كعمر بن الخطاب؟ لن يأتينا عمر، ربما يأتي احفادنا اذا صلحت احوالهم، لكن يأتينا عمر الذي لما تولى مفاتيح بيت المقدس بعد صلاة العشاء قام الاساقفة والقساوسة والرهبان بتقديم مفاتيح بيت المقدس اليه، 17 كاردينالا او قسا او رجل دين من رجالهم ينحنون امام عمر ليسلموا امير المؤمنين مفاتيح بيت المقدس. فماذا صنع؟ تقدم عمر الى القبلة بعد صلاة العشاء، سجد لله سجدة شكر ما قام منها الا عند اذان الفجر. هذا رجل نظر الى الاخرة، لما جاء الدور عليه وفي رحلته الى بيت المقدس في قصة يجب ان تسمعوها لابنائكم، قال لسالم، سالم هذا مولى عبد يباع ويشترى، اخذه معه من المدينة، لم يأخذ راحلتين، مش 100 سيارة، لا راحلتين، راحلة واحدة، لم يأخذ راحلتين، يعني ناقتين او جملين في بلاد فيها البعران او الجمال والنوق بفضل الله كثيرة. لكن عمر امين على بيت المال، لم يكلف بيت المال شيئا فاخذ راحلة واحدة. وتعجب سالم، واين الثانية يا امير المؤمنين؟ قال يا سالم لنتناوب الركوب فوق الراحلة. كيف يتناوبون؟ ليست هناك ساعة. فعمر يقترح على تلميذه او على عبده وخادمه وغلامه سالم، يقول له يا سالم انا اركب وانا خارج من المدينة، لان الناس تعيب عليك وتقول امير المؤمنين اكبر سنا يعني اجل قدرا من ان يمشي والغلام راكب، انا اركب اول مرحلة. كان العرب يقسمون المسافات بين المدن والقرى والمحلات والبادية مراحل، يستريح فيها عند ابار معينة يعرفونها، تستريح النوق او الرواحل، تعلف ثم تشرب ثم تطمئن ثم تخزن الماء، ومن فوقها يستريحون ايضا، ينصبون خيمتهم ثم يقيدون ثم يغادرون المكان. هذه مراحل معروفة زي الاستراحات ما بين المدن التي نصنعها اليوم. ورغم الاستراحات الحديثة التي نراها بين الدول وبعضها والمدن وبعضها، ابناؤنا في السيارات المكيفة يتأففون من طول الرحلة، ويتأففون لانه نسي البلاي ستيشن في بيته، لانه تافه كأبيه، سبحان الله، التفاهة اخذها من ابيه وامه. هل هذا يأتيه عمر؟ لماذا يأتي عمر بهذا؟ سالم يقول له يا امير، قال يا سالم لنتناوب. كيف يتناوبون؟ قال عمر انا اركب واسمعك جزءا من القرآن وتصحح لي ثم انزل وتركب انت. فجعل عمر الراكب لانه مستريح يستطيع ان يكذب، لانه مستريح، وسالم يسمع، ثم يركب سالم ويسمع عمر الجزء الذي يليه، حتى اذا انتهت خطبة القرآن بدأوا بخطبة اخرى. لم يمل عمر من سماعه كتاب الله او تسميعه لكلام الله عز وجل. فلما بلغت المرحلة الاخيرة كانوا على مشارف بيت المقدس، وكان الدور على سالم. سالم مهذب قال يا امير المؤمنين اني ارى على البعد رجالا يقفون، لابد ان نرفض الاستقبال. ابو عبيدة بن الجراح والي على فلسطين في هذه الايام، اللهم اعد الينا فلسطين مرة اخرى والبيت المقدس مرة اخرى يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. قال له يا سالم ما انت اغنى مني بالثواب وما انا اغنى منك بالثواب، انا لست يعني غنيا بالثواب والحسنات حتى يعني اضيع حسناتي في ان اخذ نوبتك في الركوب. اقسم عمر على خادمه سالم ان يركب. عمر يجر خطام الناقة بيمناه، فرأى مخاضة من الطين عبارة عن بركة فيها ماء وفيها طين، فخلع عمر حذاءه نعله ووضعه تحت ابطه الايسر، ويمسك ناقة مولاه وغلامه سالم باليد اليمنى
ويخوض في بركة من الطين بعد هذه البركة إلى أبي عبيدة والوفد المستقبل والقساوسة والأساقفة ورهبان بيت المقدس ينتظرون أمير المؤمنين عمر. خرج عمر وقد وصل الطين إلى أسفل ركبته. قال له أبو عبيدة هامسا: يا أمير المؤمنين، أهكذا بين هؤلاء؟ دول هؤلاء بتوع منظرة، بتوع مراسم عجيبة. ايش واحد يمشي بالسيف 20 متر ويجي يقبض السيف في اليد، اشياء عجيبة، استقبالات غريبة، 21 طلقة و 29 طلقة لما طلقنا الكرامة والمروءة. المهم عمر يسمع لأبي عبيدة ويتعجب، وعبيدة امين وحي السماء، كيف انظر هذه النظرة؟ يا امير المؤمنين انت بين اقوام يجلون المنظرة. قال: اسكت ابا عبيدة، والله لقد كنا اذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العز في غير الإسلام أذلنا الله. هم يجلوننا لإسلامنا لا لثيابنا، يجلوننا لأنهم يرون الإسلام في 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 كل، سبحان الله. جيء بالماء لعمر، غسل الطين عن ساقيه ولبس حذاءه، وقف الأساقفة والقساوسة، كبيرهم يعد الرقع التي في ثوب عمر. فتعجب الحاضرون، بكى كبير الأساقفة، قال: قرأنا في كتبنا المقدسة أن الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس حاكم عادل يمشي وغلامه راكب في ثوبه 17 رقعة. فسجد الأساقفة. من أين جاء هذا الاحترام؟ من تبجيل عمر لدينه، فنحن أولى أن نبجل ديننا، لأن إمساكنا في الدنيا بهذا القدر قد جعلنا آخر الأمم وآخر الناس، والناس كل واحد مشغول منهم إما بضيق عيشه أو بغلاء الأسعار أو بفشل ولده في الدراسة أو بنكد زوجته أو بإساءة جاره، هذه همم الدنيا. أما الهمة العليا أن تنصر دين الله في نفسك، أن يراك الناس مسلم وغير مسلم، مسلما يتمثل الإسلام فيه، قرآنا يمشي على الأرض، مصحفا يتحرك بمكيه ومدنيه. الإنسان المسلم إنسان يبغي وجه الله ويبتغي وجه الله عز وجل. أحبتي في الله، اسألوا أنفسكم سؤالا واحدا أطرحه دائما على نفسي وعليكم، بالله عليكم، لو جاءنا اليوم ملك الموت بعد الظهر او بعد العصر او بعد المغرب او بعد العشاء، السؤال البسيط في خاطرك وفي ذهنك ان تقول له: خذني الان الى ربي، ام انني لست مستعدا، انظرني الى الجمعة القادمة، ربما ارجع الديون لاصحابها واستسمح الناس واستغفر الله وانزع عن المعاصي واتوب وامسك لساني واجعل همتي عليا واجعل همتي نصر الاسلام. هؤلاء هم اصحاب الهمم، بالله عليك السؤال مطروح ببساطة: انت ماذا تقول لو جاءك ملك الموت في عصر اليوم؟ هل تقول له: انظرني الى عصر الجمعة القادمة، ام انا قادم الى رب العباد سبحانه وتعالى؟ ان ابن عبد العزيز رضي الله عنه حفيد عمر لما جلسوا بجواره وهو ينازع سكرات الموت يقولون له: قل لا اله الا الله محمد رسول الله، قال: ومتى نسيت حتى تذكروني به؟ ثم نظر الى السماء وعينه شاخصة: جمالك في وجهي، حبك في قلبي، ذكرك في فمي، فكيف تغيب؟ ثم استأذن منهم ومن زوجته ان يخرجوا من الغرفة. قالت له فاطمة بنت عبد الملك: يا امير المؤمنين، لماذا تخرجني من الغرفة في هذه اللحظات؟ قال: اني ارى في الحجرة وجوها ليست بوجوه انس ولا وجوه جان، يحبون الذكرى والطيبة الرائحة الطيبة. سبحان الله. خرجت فاطمة ولكنها ابت ان تترك هذه اللحظات التي يغادر فيها الانسان العظيم الحاكم العادل عمر ابن عبد العزيز الدنيا، وضعت اذنها على باب الحجرة تسمع عمر يقول. انظر الى يعني تشريفات تأتي لتحيط بالروح الكريمة.
يقول عمر مرحبا بأبي البشر آدم، أهلا بخليل الرحمن إبراهيم، مرحبا بكريم الله موسى، أهلا روح الله عيسى، مرحبا سيدي رسول الله. ثم سكت لحظة وقال مرحبا بملك الموت زائر أتى على موعد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وخرجت روح عمر إلى بارئها. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر.